See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Why so serious? You talking to me? I'll be back. I'm gonna make him an offer again. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده النهارده. او التريلر بتاعنا النهارده او اللي هنعمله تريلر رياكشن هو فيلم من الافلام اللي مفروض هتتعرض في السينمات في موسم الصيف، وهو فيلم مطرح مطروح. طبعا للاسف ما نزلش تيزرز، ما نزلش اوفيشال تريلرز، ما نزلش اي حاجه، والموسم بتاع موسم الصيف ده خلاص هيبدا الشهر الجاي. احنا تقريبا فاضل بتاع ايه، فاضل بتاع اسبوعين وموسم الصيف بتاع الافلام هيبدا، ومفيش حد اتكرم ان هو ينزل لنا تيزر او ينزل لنا اوفيشال تريلر. فدي حاجه غريبه. احنا عملنا تيزر رياكشن للفيلم بتاع محمد رمضان، وعملنا تيزر رياكشن للفيلم بتاع هنيدي، ودلوقتي ده الاوفيشال تريلر الوحيد اللي نزل اللي هو مطرح مطروح. فانا مستغرب ان هو كمان اسبوعين اصلا الموسم هيبدا بتاع الصيف ومفيش اي تيزرز، مفيش اي تريلرز، مفيش اي حاجه. الفيلم من اخراج وائل احسان ومن تاليف محمد عز، والبطوله معانا محمود حميده وكريم عفيفي وشيماء سيف وليلى احمد زاهر وسامي مغاوري ومحمد السعدني، ومعانا كمان سكوت اتكنز اللي هو بويكا. انا بصراحه مش متفائل خالص بالكاست. الوحيد اللي انا شايفه لايق في الفيلم هو الفنان محمود حميده، وده الفيلم اللي كان عليه بقاله فترة كبيرة، ان هو كان الفيلم اصلا كان مكتوب بيومي فؤاد، وبعد كده وده لمحمد السبكي المنتج، وبعد كده قالوا ان هو اخده منه طبعا مش برضاه، وعمله من وراه. كان مفروض ان هو عمل الفيلم يعني من وراه، لان هو اصلا كان مفروض ان التأليف لبيومي فؤاد، فمش عارف. وكان مفروض ان البطولة هتبقى بيومي فؤاد اكتر من محمود حميدة، يعني كان مفروض هو اللي هيبقى في الليدينج، والسبكي محمد السبكي اخد الفيلم وعمله من وراه. فدي حركه بصراحه مش حلوه خالص بدايه، او يمكن مش عارف، ممكن تكون ايه مثلا ماركتنج وايز، ممكن يكون قالوا كده عشان يعملوا ماركتنج، ما اعتقدش يعني. فده الكلام طالع من بيومي فؤاد نفسه يعني، فغريبه شويه ان الحوار ده حصل يعني. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي الاول مره. مطرح مطروح اوفيشال تريلر فيلم الصيف، يلا بينا. انتوا اصدق وعنبل زو. انت قلت حاجه بديع؟ انت اللي قلت. هو كده الموج عالي؟ في اشاعات بتقول ان الانجليز والالمان يحاربوا بعض. There are British soldiers planting mines around the hole. دلوقتي في النقطة دي. فين يا اخويا النقطة دي؟ You tell your commander that I will not stand down. هتلر وتشيرشل جايين عندنا الشاليه؟ انا عايز ابلبط، عايز ابلبط. اوكي بصوا هقول لكم على حاجه، يعني اكون صريح معاكم، عجبني التريلر الى حد ما شويه، مش وحش. بصوا مع كامل احترام البيومي فؤاد واللي حصل مع بيومي فؤاد، انا يعني زعلان مع اللي حصل مع بيومي فؤاد، بس ما اعرفش ليه حاسس ان بيومي فؤاد ما كانش حليه في الفيلم ده زي محمود حميده. يعني محمود حميده اللي هو اللي هيبقى شايل الفيلم. وحاجه تانية، يعني في شوتس كتيره جدا وانا قاعد بتفرج على التريلر اخدت بالي منها، تحس ان في لقطات كتيره جدا او في كادرات كتيره جدا متاخده من دانكيرك اللي هو الفيلم بتاع كريستوفر نولان. حاجه الثالثه، وانا بشوف التريلر سكوت اتكنز بويكا حاسه هو حرفيا نفس الحركات ونفس اللبس ونفس البانش لاينز اللي بيقولها، هي نفس الحاجات بالظبط بتاعت حرب كرموز، اللي هو تحس ان هم اخدوا سكوت اتكنز من هنا من فيلم حرب كرموز، راحوا اخدينه حطوه في مطرح مطروح، نفس الكاركتر، نفس كل حاجه والحرب وبتاع. الفيلم ده اللي عجبني فيه التريلر حاجه واحده، ان في محمود حميده، وعندنا ريفرنس لحرب كرموز، ان حرب كرموز كان محمود حميده. ما اعتقدش ان محمد السبكي هياخد نفس الريفرنس بتاع محمود حميده، ان هو يبقى يعني الفيلم ده حاسس ان هو هيبقى جامد قوي لو هو الفيلم مطرح مطروح ده يبقى بريكوال للكاركتر بتاع محمود حميده في حرب كرموز،
اللي هو كان بيقول امك صاحبتي، انا مش فاكر كان اسمه جوني، كان اسمه مش فاكر اسمه اصلا. يبقى هيبقى حركه حلوه قوي لو الفيلم ده يبقى بريكوال لحرب كرموز، وان محمود حميده نفس الكاركتر بتاع حرب كرموز، والاول كان عامل ده ان هو كده عامل ازاي، وبعد حرب كرموز او في فيلم حرب كرموز ان هو اتاخد واتسجن وبتاع، وبقى الكاركتر يعني الارك بتاع الكاركتر نفسه اتغير، وهو كان شخصيه فاني وهو اصلا كل همه ان هو يسيب الشغل ويروح ويسيب الشغل وياخد اجازه وبتاع والكلام ده كله، وبعد الحرب دي الكاركتر ديفلوبمنت بتاعه اتغير تماما وبقى حاجه ثانيه. ف والله هتبقى فكره حلوه جدا لو استغلوا الحته دي وعملها في الفيلم، بس ما اعرفش اللي هو لو فعلا هم بيفكروا بالطريقه اللي انا بفكر فيها دي ولا لا. بس اوفر اول كفكره فيلم لذيذه، ان انت تاخد العيله وتطلع تصيف وبتاع، واول اوف صدت تلاقي نفسك في حرب وقامت الحرب وبتاع، وانت اتدبست في النص وانت مش عارف اي حاجه. بس اللي قفلني حاجه واحده، ان الكاست مش حلو خالص، الكاست مش حلو خالص. محمود حميده هو اللي شايل الفيلم، انا اسف بس انا شايف ان كان لازم يجي حد افضل من كريم عفيفي، كان لازم يجي حد افضل من شيماء سيف، كان لازم يجي حد افضل من ليلى احمد زاهر. معرفش ممكن كان يبقى مين، بس اتليست كان لازم يبقى حد، يعني كان مفروض حد يبقى اقوى من التلاتة دول. يعني انا مش شايف اي حد ممكن يبقى لايق. مين ممكن يبقى لايق؟ يعني تيجي حتى تيجي ثانية كده نفكر فيها، يعني ممكن محمود حميدة يفضل محمود حميدة زي ما هو. مين ممكن يبقى بدل مثلا شيماء سيف؟ مين مثلا؟ هو اللي حرفيا جه في دماغي دلوقتي ويرد كاست قوي، يعني يعني بدل شيماء سيف جه في دماغي حد فعلا بجد حرفيا اوت اوف ذا بوكس، اوت اوف ذا بوكس. وانا قاعد كده بفكر اصلا مفيش حد في دماغي، جه حد اوت اوف ذا بوكس انا معرفش انا فكرت فيها ازاي، ومتاكد مليون في المية لو اتحطت في الفيلم ده هتبقى عالمية. سماح انور معرفش ليه، يعني بدل شيماء سيف سماح انور، معرفش ليه سماح انور دي جت في دماغي. وممكن بدل ليلى احمد زاهر ممكن ايا سماحه، بما ان هي عامله شغل كويس قوي في رمضان اللي فات كان ممكن تنفع مثلا برضو في الفيلم ده، خصوصا ان هي في عندها برضو الحته الكويسه دي في الكوميدي وفي الدراما. ليلى احمد زاهر بصراحه مش حاسسها ولا في الكوميدي ولا في الدراما. كريم عفيفي بقى كان ممكن يبقى مثلا مين؟ لو مين ممكن يبقى مكان كريم عفيفي؟ صعب قوي تصدقوا، صعب قوي. مين ممكن يبقى مكان كريم عفيفي؟ انا شايف من وجهه نظري لو هنختار حد من مسرح مصر، انا شايف من وجهه نظري ان كان ممكن يبقى مكان كريم عفيفي كان ممكن يبقى توته محمد عبد الرحمن. لو هنختار حد من مسرح مصر، يعني كل اللي جه في دماغي مسرح مصر دلوقتي، لو هنختار حد من مسرح مصر يبقى بصراحه محمد عبد الرحمن. بس مش عارف، بس كان هيبقى صعب قوي لمحمد عبد الرحمن، لان خصوصا ان هو ليه فيلم هينزل في موسم الصيف برضو اللي هو البطه الصفراء، فهيبقى غريب ان هو هيبقى هنا وهيبقى هنا. فمش عارف، هو ده اللي جه في دماغي بصراحه الكاست. بس انا عجبني قوي فكره ان انا اخترت سماح انور دي، يعني ما اعرفش ليه جه في دماغي سماح انور. كاست ويرد كاست شويه، بس انا حاسه هيبقى مور ان كاست اكتر من اللي انا اختار، يعني اكتر من الناس اللي ظهروا معانا في الفيلم. بصوا عامة انا نسبة ترقبي للفيلم ده هو 6 من 10، معرفش اذا كان هيبقى معانا انا هخش يعني في افلام الصيف ولا لا، هنعمله مراجعة ولا لا، بس يعني مش عارف هشوف لسه على حسب الافلام اللي هتنزل الاول في موسم الصيف وبعد كده ساعتها نقرر يعني. بس انا عامة نسبة ترقبي ليه هو 6 من 10، مش اكتر من كده يعني. بس ما عنديش حاجة تانية اقولها عن فيلم مطرح مطروح. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانلز التانية اللي اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.